ينضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي طارق عثمان. أهلا بك سيد طارق. كيف بداية يمكن لهذا الاتفاق أن يهيئ لعقد جديد في السودان على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ أهلا بك. بالتأكيد هو التوقيع الذي تم اليوم خطوة أساسية في عملية الاستقرار في السودان، الاستقرار بكل جوانبه، الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الأمني، وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي، باعتبار أن السلام هو واحد من الأساسيات التي قامت من أجلها الثورة السودانية، خاصة وأن هنالك ما يزيد على 4 ملايين سوداني الآن هم موزعين ما بين معسكرات النزوح داخليا ومعسكرات اللجوء في دول الجوار. السلام الذي تم توقيعه اليوم هو أساس يمكن البناء عليه باستكماله مع بقية الحركات، وكذلك في عملية التحول التي انتظمت البلاد بعد الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير. هو خطوة أساسية، وإن كان هنالك يشوبه نقص بغياب الحركتين أساسيتين، حركة عبد العزيز الحلو وحركة عبد الواحد محمد نور، إلا أنه هو يؤسس لعملية سلمية يمكن أن تقود إلى سلام شامل ونهائي في كل أرجاء البلاد. إسكات بندقية واحدة يعني هو بقاء روح على قيد الحياة، وكذلك انتعاش منطقة كانت تعيش في ويلات الحروب، سواء كان في دارفور أو في جنوب كردفان أو غيرها من المناطق التي تشهد الاقتتال والنزاعات. وبالتالي يمكن لهذا الاتفاق أن يكون بداية انطلاق لصافرة حقيقية للتنمية والاستقرار الاقتصادي، خاصة كما تعلمين السودان الآن يعيش في وضع يمكن أن نسميه بأنه وضع هش بكل الجوانب، وضع هش سياسيا ووضع هش اقتصاديا وكذلك أمنيا. فبالتالي أي خطوة في اتجاه تحقيق الاستقرار هي تمثل إنجاز للحكومة الانتقالية، وكذلك إنجاز للأطراف الأخرى من الحركات المسلحة التي ارتضت الجلوس للتفاوض والوصول إلى سلام في 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 مناطق ظلت ترزح تحت ويلات الحرب لما يقارب العقدين من الزمان. طب سيد طارق، يعني إلى أي مدى يمكن التفاؤل اليوم في ظل هذه الأجواء الإيجابية، وفي ظل كل هذه الدعوات لانضمام حركات ثورية أخرى لاتفاق السلام اليوم؟ بالتأكيد هو الاجتماع الذي انعقد بالأمس بين الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير مياردت ورئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك، وكذلك قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو الذي لا يزال هو خارج المنظومة السلمية، يمثل بداية حقيقية يمكن أن تدعو للتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق مع حركة الحلو، باعتبار أن حركة الحلو هي واحدة من الحركات الأساسية التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. فبالتالي هذا اللقاء هو مؤشر لأن عبد العزيز الحلو لديه الإرادة، وكذلك الحكومة الانتقالية تسعى بكل الأثمان لتحقيق السلام معه. تبقى إذن التواصل والاتصال مع قائد حركة جيش تحرير السودان القائد عبد الواحد محمد نور الذي تتمركز حركته في منطقة جبل مرة بدارفور. عبد الواحد محمد نور هو مبدئيا ليس رافضا للسلام كما أكد ذلك أكثر من مرة، ولكن هو يريد أن يتم السلام عبر رؤيته داخل السودان وليس خارجه، باعتبار أن القضية سودانية وأنهم ليس لديهم ما يمنعهم من الجلوس والتفاوض في الخرطوم أو في أي منطقة داخل السودان.
الآن كل المؤشرات هي تقود في النهاية إلى أن الجميع لديه إرادة، ولكن تختلف الأساليب والطرق في إنزال هذه الإرادة، إرادة السلام على أرض الواقع. كل هذه طب سيد طارق، كيف نتوقع بدفع إقليمي ودفع دولي يمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية؟ كيف ستترجم نعم. كل هذه الـ يعني الـ 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 كل هذا التفاؤل اليوم كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع؟ يعني رئيس الوزراء السوداني تحدث على أنه اتفاق السلام هو خطوة أولى بطريق التعمير وإعادة إعمار السودان. نعم بالتأكيد هو خطوة أولى، ولكن التحديات الكبيرة جدا، خاصة تحديات إنزال هذا الاتفاق إلى أرض الواقع، باعتبار أن هنالك استحقاقات مالية ضخمة للاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، وكذلك هنالك استحقاقات سياسية واستحقاقات تتعلق ب حياة النازحين، ملايين النازحين واللاجئين، وكذلك هي تتجسد في المطلب الأساسي، وهو مطلب العدالة لكل المتأثرين من النزاع الذي استمر لسنوات في دارفور وغيرها من المناطق. فبالتالي هو خطوة أولى، ولكنه ليس الخطوة النهائية، باعتبار التحدي الأساسي نعم. هو يتجسد في عملية إنزاله وتنفيذه إلى أرض الواقع، باعتبار أن السودان سبق التاريخ السوداني القريب، شهد الكثير من الاتفاقيات. إذا ما نظرنا إلى مسألة دارفور، هنالك اتفاقيات كثيرة عقدت بشأن القضية، ولكن هذه الاتفاقيات تم الإخفاق في إنزالها إلى أرض الواقع وعادة الأمور إلى ما هي. فبالتالي التحدي الأساسي أمام الحكومة الانتقالية، وكذلك أمام الأطراف الأخرى ممثلة في الحركات المسلحة والضامنين والشهود، وكذلك الوسطاء الدافعين نعم. لعملية السلام في السودان، يتمثل في كيفية دعم إنفاذ هذا الاتفاق وإنزاله إلى أرض الواقع، ليكون واقعا يعيشه السودانيون في كل المناطق التي تشهد نزاع، وكذلك المناطق التي شملها الاتفاق، سواء كان في المسارات الأخرى نعم. مسار وسط السودان ومسار الشمال ومسار شرق السودان، فهذه كلها مشاكل أو قضايا مرتبطة بعضها ببعض، في الأساس تقوم على المشكلة التنموي. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي طارق عثمان من الخرطوم.